نعم وكاين مسكين ما عندوش باش يتعشى اليوم في هذه الليله، ما عندوش باش يتعشى، والناس عندها الكراع، عندها المرضى، البرمادات. حنا ظهرونا بالحلول الترقيعيه والتحل ما كاينش. دابا كنطالبوا اصحاب القرار والمسؤولين الكبار انهم يتحاوروا معنا ويعطيونا بديل كما عطاو للناس اللي قبلنا. حنا دابا هما حابسين، حنا شارعين وشارع واو خدام، هادوك ما مطبقش عليهم القانون، حنا مطبقين على القانون. يعني حنا وصل السيل بنا الزبر، وقفنا وقسنا حل آمن قريب العاجل، لأن القينات كافيين يستحيلون وما طالبينش المستحيل، طالبين باغيين غير نعيشو، نعيشو صافي، ما طالبين حتى حاجة أخرى، ما باغيين حتى حاجة، باغيين حقنا في العيش، لأن حقنا في العيش واجب على أصحاب القرار والمسؤولين. وهذا الشيء اللي كاين. إلا ما ضربتش ما كنهضرش، ما كيدير لي الرابط والو، كيدير لي حتى سيمانه ما يكملها لي، وراجلي مهرس وما عنديش، وعندي ثلاثه الولاد ما خدامين ما ردامين وعاكاريه. اليوم درت لي معاد خبز واتاي، ما لقيت باش نشري لا خضره لا والو، عاد خبز واتاي هو اللي درت ليهم، وهذا هو اللي كاين. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يشافيك رويده، امين. الله يشوف. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.